التلقي النتيجة كانت لحظة من أحلى لحظات حياتي والتي أعتقد أنها لن تتكرر في أي فرحة. الحمد لله رب العالمين، كانت فرحة غامرة إلي ولأحبتي ولعائلتي. أتمنى يا رب أنه ربنا يرزقها لكل طالب توجيه إن شاء الله. نجاحي أولاً أهديه للكادر التعليمي الذي رافقني في مسيرتي التعليمية منذ الصف الأول حتى وصلت هنا إلى الصف الثاني عشر، وتكلل جهدهم جميعاً بالنجاح الباهر. ثانياً أهديه لعائلتي، أمي وأبي وإخوتي وعائلتي فرداً. سعيدة جداً بزيارة الجامعة الإسلامية إلي وإنهم كانوا جزء من فرحتي بهذا النجاح. شكراً جزيلاً إلهم كلهم جميعاً. الفرحة اللي فرحتها لما سمعت خبر المعدل وخبر النتيجة ما مرت علي في حياتي، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كانت سنة طويلة واجتهدت فيها طول السنة، والحمد لله كان توقع أني أجيب 99.5. الحمد لله ربنا أكرمني وأعطاني أكثر من كنت بتمنى، حصلت على المعدل هذا. إن شاء الله حابب أتخصص طب، ولسه في نقاش في الموضوع هذا مع أهلي، وغالبا حابب أدرس هان في الوطن. مشكور جدا لمشاركة الجامعة الإسلامية اللي هي تعتبر من أفضل، ومن ممكن نقول إنه أفضل الجامعات في غزة، ومشاركتها الفرحة.